مشاهدين الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على فيسبوك، أهلا بكم إلى هذا النقل المباشر من طرابلس، من سوق الخضار الشعبية في مدينة طرابلس. طبعا موجة الحر الشديدة التي تضرب لبنان والجوار تؤثر بشكل مباشر على الخضار والفواكه في الأسواق وحتى في أرضها، يعني الفواكه والخضرة بأرضها على موجة الشوب بتخترب، فكيف إذا كانت هي بالأسواق؟ خلينا نأخذ جولة مع الناس الموجودين. صاحب بسطة حضرتك صح؟ كنا عم نحكي قبل شوي عن موجة الحر، قديش عم تأثر اليوم على الخضرة والفواكه اللي موجودة بالأسواق؟ عم تأثر عليها، عم نكبها. في كميات كتير كبيرة مثل ما عم ينحكى، عم ينكب كتير. شو الحل لازم يكون الحل البديل للأسواق؟ ايش بدي اقول لك، ما بعرف. فينا نشوف مثلا بدول عربية او بدول تانية في أسواق مبردة للخضرة. هذا سوق شعبي، فتحت لنا اياه البلدية وكحشت العالم من برا وجيبتهم للعالم لوين لهون، بس ولكن حطونا هون بسوق منو مزبوط. هذا السوق لازم يكون مزبط غير هيك. بتلاقي الزبالة هلا اطلع لبرا بتلاقي الزبالة مكومة، ما في عنا دوفة فيه. يعني نحن عم نحاول نتنظف على السوق على قد ما فينا، ولكن ما في عنا دوفة. هون لو كان في نظافة اليوم كان هذا ما بيحطوا على التوتية. هيك هيدي هالتوتية شو بتعمل بالشمس؟ هيدي كمان بتجمع حرارة التوتية. والأترنيك اللي عاملينه بالسوق منن عاملينه؟ منن عاملين أترنيك بسوق مثل سوق بيروت؟ بيعملوا هنجارات، إذا شتت الدنيا المي ما بتنزل عليك، ما بتنزل عليك. بس هون شيء كتير ما في عنا هون ترتيب، ما في بلدية ما نسألين عنها. قد عم نفقد كميات خضرة وفواكه يوميا؟ هلا بتفقد كتير، لأنه بالأخص إنه الدنيا شوب، ما الدنيا شتوية لنقول إنه ما بتكب. هذا السؤال الأساسي على موجة الشوب والحر. الكب أكتر، مش الكب أكتر كمان هون، لحتى بسوق الخضار الجملة يعني عم يكبوا كل يوم، بتلاقي 4-5-6 مكبات فيتين عم ياخذوا كب من قلب السوق. ما نوع السوق الترتيب ما في. نحن هون بالأخص التبينة، هيدي التبينة معروفة، يعني أكلت 20 معركة التبينة، معروفة التبينة. ما في عنا دوفة، وفوق هيك العالم ما بقى ما عم تاكل مستوية. بتلاقي الواحد إذا عم ياخذ شهرية 10-15 ما بقى يعملوا معه شيء. اليوم إذا ما وقعت شهريته 50-60 مليون ما في عيش هو وعيلته، لأنه إذا أخذ ثلاثة معلمي أمبر بيقول لك ده أجر ثلاثة أمبر حسبه قدر عم تدفعهم من نبدك شي مصروفك، وفوق عالشي وفوق عالشي. هذا الجسر كان بقلبه 100-150 بسطة. شو كان بقلبه؟ 150 بسطة. قومة البلدية الله الله على البسطات شالت العالم، أكتر العالم هلأ قاعدة من دون أشغال. الناس اللي قاعدة من دون أشغال بكرة بدي أفهم أنا من نام بدهم يقعدوا أولادهم من المدرسة، ومن نام بدهم يأكلوا ويشربوا. إذا جرة الغاز حقها مليون ليرة، طيب أنا قديش عم طلع يومية لحتى معلمي يقدر يأكل؟ ما بقى فيني، ما حدا سألان عنك. زعماء على البلد كلها كذابة، كلها ملعبة. في ناس عم تقول مثلا لازم تبيعوا اسعار الفواكه والخضره باسعار قليله تما تنكب. ليش انا عم بشتري؟ انا عم بشتري باسعار قليله لحتى بيع باسعار قليله. بركي انا عم بشتري اليوم الشرحه هيدي، وين هي الشرحه؟ فودي هيدي الشرحه البلاستيك. البلاستيك صار ب 65 صحيح. انت انتبه، هيدي عم تخسر معك، هيدي الشرحه عم تخسر معك 40,000. بقى وين اني بتحكي مع رئيس النكبه؟ ما في حدا بيقول لك شيء، حدا بيرد عليك. وقال له للتاجر اللي عم تشتريها من عنده، قال له انت هيدي ما عم تعيد علي ب 65، طيب انا برجع لك اياها ب 40,000. بيقول لك لا ما بياخذها منك. هو عم يشتريها المزارع، عم يشتريها، ما بياخذها منك، ما بياخذها. خذها مني ب 40، طيب لا عم تعيد علي ب 65، طيب انا برجع لك اياها، خذها مني ب 40، ما بياخذها. بقى نحن وين عم نغلي؟ ما في غلاء عندنا. بالعكس هذا السؤال سوق شعبي، يعني لك بتلاقي واحد هذا هلا عنده فكره. هي الفكره مش بس على الغلاء، مش على قصه الغلاء. هن عم يقولوا بدل ما تنكب هالخضره بالزباله بيعوها باسعار اقل. انت هون بتبيعها، بس انا بدي انزل على سوق الخضره كمان اشتري كيلو البندوره حقه 35,000، بيجي بيعك اياها ب 20,000 لحتى اخسر؟ ما فيني بدي بيعك مثل ما انا عم بشتري من تحت. بدهم هن يديروا بالهم عليهم تحت، هن اللي ما عم يديروا بالهم علينا. تجار الجمله اصلا. هن تجار الجمله، هن اللي ما عم يديروا بالهم عليه. وبالاخص الاخص هيدي اللي أبلغ عنها الشرحه. يعني هلا انا بنزل على السوق
جبت 30 شرعة بندورة وجبت 20 تفاح وجبت 20 حمص وجبت 20 لوت، طيب احسبهم 80 شرعة، إذا خلصت الشهر 40,000 معي ده كل يوم والله مليونين 3 مليون. طيب من وين بدي عيد؟ احنا عم نحكي هون كانت الشرحة قبل ببلاش يمكن أو 750,000 ليرة. الشرحة هيدي عم نول نحن هيدي الشرحة، نبغى يجي زبون لعنا نبيعه إياه ب 15,000 تخسر معنا 5,000 بس اليوم عم تخسر معنا 40,000، ما حدا عم يريد. وحكينا مع رئيس النكبة اللي يحكي معه ما في فائدة، ما في فائدة، ليش بسيني عم لك ما حدا سألن عنا. طيب يا عم المزارع ما خلينا نعمل جولة نحن وياك على الأسعار، شو رأيك؟ اشرح لنا هيك على أسعار أسعار الفواكه والخضرة قد ايه؟ لا بدها تعيد أولادها بالمدارس، أنا ماني عم بعرف، إذا هلا المدارس بلشت بالقصوطة منين بدها نعيد العلا؟ منين بدها نعيدوا؟ شكرا لك عم، خلينا نعمل نحن وياك جولة على الأسعار. أنا بحاول 150,000 100,000 كيلو العنب. هو الفواكه الصيفية كله. كيلو العنب بحاول 100,000 فواكه الصيفية، كيلو الدرقان حقه 100,000 150,000. كيلو النجاص هذا درقة مستورد ولا لبناني؟ هذا لبناني شغل لبناني. حقه 150,000. كيلو الشمام صار حق حبة الشمام 150,000 200,000. الكيلو الأناناس ب 400,000 500,000. اليوم المواطن فاير بطل صار يشتري. هذا السؤال اليوم الناس كيف عم تشتري؟ عم تشتري بالحبة؟ لا بالعنقود عنب، في الناس تيجي يعني عم تشتري بالحبة عنقود عنب تنقول حبتين تشكيلي تاخذ حبتين حبتين دران حبتين عنب حبة شمام بس. نعمل حساب كمان انه ما في كهرباء بالبيوت وما في برادات ما في برادات نحطه فيهم. اليوم تبعون العي الحاج كان ياخذوا 3 كيلو عنب، اللي عنده 5 اولاد اللي عنده 5 اولاد ما بقى يمشي حاله كيلو عنب، كيلو عنب شو بدي يعمل لثلاث اربع اولاد؟ في عالم ما بتشتغل عنب عم تستغني عنه، هذا راتبه 20 مليون 15 مليون ما بيشتغل عنب ولا عم بيشتغل دران، يعني يمكن الموسم الصيفي كله ياكل او ما ياكل. والله هول الاشياء اللي مستورده مثلا الاناناس ما عندنا نحن بلبنان، مانجا ما في. هلا المانجا ما غالي حق 200,000 بس الاناناس غالي هلا ما في قبال عليه. قد ايه الاناناس؟ 400,000 500,000 حقه. الحبه ولا الكيلو؟ الكيلو ايه الكيلو حقه 500,000 ما عم ينباع، ما بينباع اليوم ما نبيعه هول، اذا ما نبيعه شو بيصير مصر؟ شو مصيرهم للكاب؟ للكاب لا انا ما بتشتري على الغلط محلات الكوكتيل وهالقصص ما بيشتروا منهم، ما بيشتروا منهم، بيشتروا من سوق الجمله وهي الشرحه اكثر شيء عم تخسر. الشرحه عم تخسر ل 40,000، المزارع بياخذ الشرحه ب 35,000 من تبع الشرع، اما التاجر بعيده ب 65,000 صار يربحه كمان بالشرح، بالشرح صار يربحه. شكرا لك. البطيخ هيدا لبناني ولا كمان مستورد؟ قد ايه الكيلو؟ هذا حقه 30,000 ماشي 25,000 عم بيعه ب 30,000 ما في كله غلط. انجاص هيدا كمان لبناني ولا هذا بلد؟ هذا لو في تصدير حقه 100,000 كيلو انجاص 150,000 اليوم حقه 30,000 ما في تصدير كمان، العالم يعني المزارع عم ينضر ونحن عم ننضر، هذا ب 30,000 وب 20,000 ما بيلم نقله، يعني اذا بينزلوا من سير الضني لهون على لبنان ما بيلم نقله، هذا ما بيلم يوم تنكت بنزين حقه 3 ملايين عيبية كله نجاس بعشرين ما بيلم نقله ما بيلم هذا. شكرا لكم، شكرا الله يجبر عنكم يعطيكم ألف عافية. خلينا نكفي جولتنا لكان بهيدا السوق، عم نشوف لكان تاني ميلة أسعار الخضار، كيلو الحامض ب50,000، البندورة ب40,000، باذنجان قد ايه الباذنجان؟ الأرنبيط كلها 40,000 كيلو. نعم هلا كيف هو الموسم ولا موسم؟ طبعا وقته نحن بالصيف موسم 50,000 أو 40,000 للكيلو البندورة ما يعتبر غالي؟ هي لا بالعرس بالسوق 70,000 نحن عم بيع بخسارة مش في رباحة، هيدي مستوي على الشوب عم بيستوي معانا نحن بوضعها شرح قالوا لنا 65 عم بيع ب 30,000 25,000 خسارة ونص خسارة. قد ايه عم ترموا تقريبا هيك خضار باليوم يعني بسبب الشوب؟ يعني اللي شايف عيونه شايف هلا هن موجودين على البسطة عم شوفهم انه منهم هي راس مال علي 60 عم بيع ب 40,000 عم بيع خسراني مش ربحاني تقريبا في هيك كل يوم مثلا عم تكبوا كمية من الخضرة بسبب الشوب انه غالي رز غالي من السوق. نعم اكثر ناس تشتري هيك صار بالحبة بتقول لك اعطيني حبتين بندورة في عالم. نعم بيعملوا صحن سلطة مثلا بياخذوا خيارة نعم قد ايه بكلف مثلا صار صحن الفتوش او صحن التبول؟ 50,000 100,000 صار حقه صار ضله غالي بطل فيه بطل مثل قبل مثلا 50,000 تعمل لك على اسبوع مثلا كانوا الناس تموت ما في منا ابدا هيدي ما في منا. شكرا لك. شكرا يعطيك العافيه. اذا مشاهدينا الكرام هيدي اراء الناس الموجوده بسوق الخضار بالتبانه بطرابلس. هيدا شو هيدا؟ هذا خفيف قرع بيقولوا له خفيف ليك طلع الشوب شو الطقس مص ايه ما كان هيك بس على الشوب طلع كيف صار
هيدا مطلوب، هيدا مطلوب مثل مثل البطاطا مثل البصل مثلا. لا مش مثل البطاطا، هذا موسم وهلا يطلع. ايه هلا موسمه، هذا مثل الكوسه، في ناس بيحشوها، عرفت بيحشوها حشيش. بس هذا ولكن لانه التوتي هون واطي كثير، تعطي حراره كثير هيدي التوتي. هذا الانترنت هو بيجيب حراره اكيد، هو لانه واطي المفروض يكونوا اعلى من هيك بكثير، المفروض يكونوا شيء متر لسه لفوق او نص متر لفوق عشان الهواء يلعب بالسوق. طلع السوق مسكر، لاحظ هيك ضرب هيك، شوف قديش الارتفاع بين البضاعة والتوتي. هاي بتعطي حرارة على الشمام، بتعطي على الدراير، بتعطي على الخوخ، على المشمش، كله بصير فرن هون، فرن هذا صار، عرفت؟ هذا هو هيك الرزق بينكب منه كتير، وحقه مصاري اليوم. يعني اليوم مثل هيدي قديه الكيلو مثلا من رسماله؟ رأس ماله عن الخل قول 80,000، هيدي قديه فيها 10 كيلو صارت للكاب قديه حقها 800,000 انكبت، وهيدي 8,600,000 يعني للكاب. يعني هلا اذا اجى زبون رح يشتري هيدي لك كيف صارت؟ ما حيشتريها اكيد، وبقول لك رخص كرمال تبيع. نحن عم نرخص بس ما في اقبال على الشراء، يعني بس هيك ما في اقبال. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه، الله يجبر عنكم. اذا مشاهدينا الكرام، هيدي الجوله السريعه بسوق الخضار بطرابلس. قد ايه البطاطا اللبنانيه؟ الكيلو البطاطا اللبنانية اللي عم نشوفها هلا بهيدا النقل بهيدي الصورة، الكيلو ب 40,000. البصل قديش؟ وصل مرة ل 70,000 وهلا وصل يا ابني. طرابلس، طرابلس ام الفقير، العالم كلها بتعرف شو هي طرابلس. بس هي السياسيين هن وصلوا الصوره لطرابلس انه هي ارهاب وغلا وما غلا. معلم اتحداك اليوم ب 200,000 تعمل طبخه بطرابلس. نقدر نعمل طبخه ولا بغير ما هو ما صرت معنا عم احكي عن منطقه، بس طرابلس معلم ام الفايد وكل المواطن بتعرف شو هي طرابلس. شكرا لكم، شكرا. اذا إذا مشاهدينا الكرام، يعني هذه هي الجولة السريعة بسوق الخضار الشعبية في مدينة طرابلس. مثل ما كان عم يحكي أصحاب البسطات، يعني بسبب موجة الحر أولا وبطبيعة هيدي السوق والإنترنت مثل ما فسروا لنا، عم تنكب بضاعة كتير يوميا من الأسواق، وهن عم يتكبدوا خسائر كبيرة فوق الرسمال يلي عم يحطوه لا يجيبوا بضاعة ويبيعوها بالأسواق. بالمقابل في أقبال خجول مثل ما قالوا على الخضار والفواكه بسبب الغلا من ميلة، وبسبب تاني أنه ما في كهرباء بالبيوت حتى الناس تخزن هذه الفواكه اللي جابتها وتحطها بالبرادات. فعلى هيك الناس عم تشتري بالحبة وعم تشتري بعنقود العنب مثل ما فسرنا للشاب قبل شوي. إذا مشاهدينا الكرام، هذا كان كل شيء من طرابلس. كنا معكم أنا بلال المرعبي وزميلي على التصوير مهدي فتاح. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.